السلام عليكم مشاهدينا الكرام. وصفة اليوم هي خبز توست. هذا الخبز كيعشقوا الصغار والكبار. اليوم غتشوفوا معايا جميع المراحل وأسرار النجاح ديال هذا الخبز. بالنسبة للمقادير ديال هذا الخبز غنحتاجوا 300 غرام ديال الدقيق الكامل بالنخالة ديالو، و 200 غرام ديال دقيق الفرز، 350 غرام ديال الماء، و ما يعادل 3 الكيسان ديال العنبة، زيت الزيتون، سكر، خميرة و ملح حسب الذوق. في كاس غنوضعوا الخميرة و سنيدة، والقليل من الماء، ونحركهم ونخليو الخليط مدة دقيقتين حتى تفعل الخميرة. من بعد ناخدو الملح ونضيفه على الدقيق وزيت الزيتون والخميرة اللي وجدنا من قبل، واخيرا الماء. نحاولوا نجمعوا العجينه بيدينا، والماء كيبقى على حساب كل نوع من الدقيق. انا هنا كفاني 350 غرام، ولكن كل واحد هو على حساب شحال غادي ياخذ معاه ديال الماء. من بعد نعجنوا العجينه في الروبو ديالنا او العجانه لمده 7 دقائق. ناخذ العجينه ديالنا ونوضعوها في اناء ونغطيوها بلاستيك غذائي، او نستعملوا بحال هاد العجانه اللي عندكم. نخليو العجينه تختمر مده ساعه الى ربع ونعاودوا نتلاقاو. من بعد ما خمرات العجينه وتضاعف الحجم ديالها، ناخذوا الدقيق ونرشوه على سطح العمل، ونحاولوا نتبعوا هذه المراحل اللي غادي تشاهدوا في الصور. هذا هو المول اللي غادي يطيب فيه التوست مغلوق من الفوق. كيف ما يمكن تستعملوا مول كيك طويل عادي. ندهنوه بالزبده ونرشوه بشويه ديال النخاله. ناخذو مدلك ونحاولو نسرحو العجينة بهاد الشكل. ناخذو هاد الألايلة عندكم، ما عندكمش خدمو بفرشيطة، تكو العجينة كلها ومن بعد طويوها على هاد الشكل. وحطوا العجين داخل المول ورشوه بالقليل من النخالة. نغطيو على الخبز ديالنا بلاستيك غذائي، ومن بعد بمنديل وندخلوها الفرن اللي سخنته 5 دقائق من قبل وطفيت عليه، ونحطوا المول داخل الفرن باش يساعدو انه يختمر بسرعه. انا خدام معايا 30 دقيقه. من بعد ما دازت 30 دقيقه الطوست ديالنا خمر، نشعلوا الفرن على اعلى درجه حراره ممكنه.
ندخلو الطوست للفرن، نحطوه في الوسط بحال طياب الخبز العادي، حرارة فوق وتحت، مدة ديال 35 دقيقة. هذا هو شكل الطوست من بعد ما طاب وبرد وحيدناه من المول، نخليه حتى يبرد مزيان واحد 6 ديال السوايع على الاقل، عاد نقطعوه بموس المنشار، حيت الا حاولتوا تقطعوه وهو سخون غادي يتفرتت لكم. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك وتسجلوا معايا في القناه الا كنتوا اول مره، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، والى اللقاء.